هلا اخذوهم بالسياره للممثلين ونازلين. شفت الكاميرات جوا هون ممثلين جوا كمان. معنا ساندي ومعنا جودي. بلشت تبين الجزر. اوه كيف حلو. هذا الفيديو حتشوفه عدة فلوجات، يعني أكثر من يوم صورت. ليش؟ لأنه أنتم كنتوا حابين إنه أنا أزيد مدة الفيديو، وأساساً صار لي زمان ما نشرت على اليوتيوب، فحسيت إنه لازم يكون الفلوج طويل. حطوا لايك. شوفوا هاي سيارات التصوير هون من الشباك، شايفتهم؟ القصة بلشت إن أنا شفت كرفانات مقابيل البيت، عرفت إنه في موقع تصوير مسلسل، فقلت رح أنزل وأسأل كان المسلسل اللي أتخاف أنا بجانبك. تعالوا معي خلينا نروح نعمل لهم كبسة. نسالهم برضه ايه كوستيوم ولا شيء؟ ليه؟ انه زمان يعني هاي الساعه 8-9. حكى لي انه الابطال موجودين بس هن لابسين لبس التمثيل، لبس الشغل، فما بيمشي الحال يتصور معهم. فقال لي بقيانين نحن هون 8-9 فيك تيجي بهذا الوقت. التصوير صار كلياته بالمشفى اللي بتشتغل فيه البطل اللي هو جنب البيت. حسب كلامه على الساعه 9. رح ارجع له. صارت الساعة 9 وانا اخذت لكم موقع استراتيجي، هني مفكرين انه يعني هيك يسحبوا علي، يقولوا لي على الساعة 8-9 وفكروني اني احمل حالي وروح. الى ما حذر وما بيعرفوا انه انا ما في اغلص مني بهي القصص. شوفوا هدول هن قاعدين بالكرفانات يمكن، او لساتهم بموقع التصوير، ما عندي فكرة. جودي قاعدة عم تذكرني بالماضي المأساوي انه انا كنت بهدلها لما اروح على موقع التصوير. ذكرتي حالك؟ اتذكرت بس انت كنت تعصبيني. شو كنت اعمل؟ يلا شو مثلا نعصبها؟ شو اني مثلا نصور بطريقه غلط شوي؟ طيب انت شو عم ترجعي للماضي؟ خلص ماضي صار ماضي. اجينا عم نصور مواقع تصوير. شو عم نصور؟ جنب البيت هو يعني. ايه نفس الشيء عم نصور مواقع تصوير ومسلسل. على فكره قلت لكم شيء، انه عجد صار لي من الساعة 2 قاعده عم استناهم، كل شوي براقبهم، كل شوي بنزل لعندهم بسالهم، بس ما صور لكم كل شيء. احنا مكان بعيد كان احسن. عن جد عم نقدر نصورها؟ يا لا كون انا حاولت صور يعني. هي هون شغله هون، عرفتي؟ فباي وقت تكون هون. اجينا لجنب المشفى وهذا اللي اخذ دور البوليس. استنيتهم كثير، قلت رح استنى للساعة 10:30. اجوا ما اجوا خلص رح اطلع على البيت لانه صار كثير يعني. ما عم صدق، تخيلوا هلا لحتى تخلص وصارت الساعة 1 بالليل. شوفوا هذا الفريق وبقيه الكومبارس مع الاسف كنت حابه اصور لكم بس لم تزبط معنا. اجيت لهون لحتى اصبغ شعري وشعر جودي. بتعرف شو انا حسيت؟ ان احنا يعني كل ما هيك صار شعرنا منيح ننزع اخص مك. انا برفع لك اياهم شو بتريني. اوكي ف ريدي؟ ريدي يلا. جودي رح تصبغ هذا الاحمر. ايه صبغته هذيك المره بس ريحته صراصير. حاش تحكي على الصبغة؟ والله ريحته صراصير. كيف عليك دعوة انك عم تحكي؟ عادي عم احكي الصراحة. انا كنت محتارة بين لونين، الاحمر حسيت كنت اصبغ احمر، بعدين خفت عايز اصبغ هذا اللي بيجي على بني اشقر ذهبي طبيعي غامق. لا اكسدان وما عن جد اثنين يعني؟ طبعا ريحته صراصير، قلت احط اثنين يخلصوا. والله ما عم تحكي شيء يا رب ما يطلع لنا حلو مشاعرك. يلا لا الله يوفقك يا رب. يلا بسم الله. هاي صبغنا لجودي، خلصنا. هلا عم يتخمر شعرها، بعد شوي حنغسله ونشوف النتيجه. بس شوفوا انتم هون كيف صار. هلا انا صبغت لجودي وصار دوري. في لون صبغت تحسي؟ هي لونها ابيض طالع. لأن لما صبغت كان لون احمر صبغه. انت لما خلطتيها لون ابيض، ليك قلت لك هي طبيعيه ما بتطلع لون. ما شاء الله، شوفوا صبغه جودي لونها طلع. واو، يعني كانك عامله سحب لون بس هي ما انا عامله سحب لون. عن جد ما شاء الله كثير حلو. هلا لنشوف صبغتي انا ان شاء الله. شوفوا على فكره جودي قصت شعرها من جديد، ما صورت لكم لكم بس صورت لجماعه الانستغرام. شوفوا عامل لك في هي قصه الفي مع شوفوا سويت انا مشان جودي تصير حلوه. شوف هاي كيفكم اليوم؟ طالعة مشوار من بعدي لأنه يعني مر العيد وما طلعت لما كان بسبب المرض. رايحة على إزمت بعيدة عن اسطنبول 1:30. بورجيكم شعراتي، شوفوا قديش طالعيني كيوت. صح كيوت. افتحوا لنا الشباك لنشوف. وينك بزبرة أحمد وردة أبو مختلف؟ ما شاء الله ما شاء الله الله، خيال المنظر. صور الجهة الثانية. والله حبيت إزمت، هي مو جاية عليها قبل مرة يعني هذا المكان، بس إزمت جاية عليها أنا زمان. طريقها بدل ما طلعهم من هذا الطريق دخلنا على بيت. دخلنا
بيت نظامي هذا صح؟ يا رب رح استشهد. طلعت على السريع، طلعت اكشف الطريق قبل ما نتورط ونطلع. طلع في طريق، راح النت عندي تمام؟ لأنه طلعنا منطقة عالية فصفيت السيارة وطلعت لفوق أتأكد إذا في طريق ولا لا. شوفوا إجينا مكان كتير حلو، عادي عم صور لكم هيك عشان تستمتعوا مثل ما أنا مستمتعة. شوفوا في مكان هون كتير حلو التصوير، هذا الكف كمسيوت يشتغل ما شاء الله، شو حلو. واو مكان أعطوا أهل قلتوا انا تحت من جيبك. شو ما في مسافه كثير هيك عمل؟ شو رايك هيك؟ على فكره هذا استوديو تصوير، شوفوا لي هذه مراي ما احلاها، ما في مراي لازم اتصور. شوفوا قديش حلو. اجينا على هذا الريستوران لانه اطلاله حلوه. شوفوا الحصان مثل الحزر، شو يا رب دخيلك مثل بعات الافلام الكرتون صح. ايه كنتي 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 هاي يا حلو هاي. ما رح نقدر نقعد هون لانه حاطين برنامج معين ببالنا. هلا اجينا لمطعم هون بنعمل استراحه تبعنا لانه هذا معروف باللحمه والكباب، ف وعنده كمان برجر طيب. معنا ساندي، معنا جودي. جودي قلبي وجهي وشعرك الاحمر، بس ما بدك تبيني وشك قلب شعرك. شوف ما شاء الله هذا شو طبختي انا. تفضلي انت بس طبختي يا حبيبتي. الفرس من الفارس يعني من نوع الشعر القديم، شعرك كان لونه اصفر على اخضر. لا حرام جودي اللي اختارت صبغه، تعرف انه حلوه. ها ماشي من هذه شو عندك حركات. المحطة الأخيرة، اجينا للساحل. جودي كل ما شافت هذا تجرب. جودي ورجينا انت قوية، يلا اضربي هالضربة. شفت منيح؟ شو؟ 2160 من أصل 3. حلو لو علماتك كمان هيوة. العودة إلى اسطنبول وإلى البيت. بشوف هذا الفيديو بقول سارة إيه ما بتهدي بمكان، بتضل مكان لمكان، بس أنا عم صور لكم بس وقت اللي أنا بروح، يعني بطلعش مكان هيك بسوق. طلعت اليوم على مكان اسمه يلو باب، كمان ببعد عن اسطنبول تقريبا شي ساعة ونص. قررت روح بالسفينة لحتى صور لكم شغلات جديدة. هلا صار الوقت لحتى نطلع على السفينة. يلا بسم الله. هلا رح نطلع نقعد فوق ونشوف المنظر الجميل. شوفوا ايش الشباك هيك موصل. الله الله انكتمت من السفينة، فكرتها مفتوحة، انصدمت لما شفتها مسكرة. أنا فاكرة مثل السفينة يلي بتاخد على كاديكوي وهدول. شوفوا مسكرة. بلشت تبين الجزر. هاي الجزيرة اللي هنيك البعيدة، هاي اسمها كنال أضا. أما جزر الأميرات اللي بيوك أضلار سأبعد مو هون لقدام. الحمد لله وصلنا. بس في شوية هواء بلش الخضار يبين. هلا نحن طالعين أول محطة لنا على الشلال اسمه سودوشان شلال لسه، فهذا يعني مشهور الشلال هون. وبعدها بقى منشوف منه إجنا المكان فيه خضار وهيك، فكل شوي كل ما مشينا خطوة منشوف مكان حلو. طريقنا نحن من هون، بس وقفنا هون بسبب هذا المنظر الحلو لحتى نصور. هي بحيرة اسمها جوكتي. يعني نحن هلا رايحين للشلال، بس هو الشلال صاير فوق على الجبل، طلعت ونزلت. طبعا اختي متوتره لاني عم سوق وصور. طمني في حدا. اسمعني صوت المي. حلو هلا بيرسم. ما ماكس زلم كلكت الرز. اهلين اهلين.
ما شاء الله من قوة الشلال المي عم تطير علي، يعني هلا عم يجي مي علي. واو كيف حلو، في برد شوي. وينك يا جولي تيجي تصوريني صور حلوة؟ مع انه لما بكون انا وياها متخانقة مخانقة بكثر من الصور، بس يعني بضلوا صورها احسن من صور الباقي. مو في شجرة هون نفسي اتصور جنبها، شوفوا كل عم يتصور حلوة. فيكي هاي ابله جيم قال تعي صوريني. هاي ما عم يسمعوا من الشلال، صوريني. اوكي هذا هو السبلاين بياخذ لهذيك الجهه، اما مستاهله طريق قصير. في على طريقنا مي، انا كثير بحب اشرب من هاي المي. الله باردي بالله. جينا على ريستورانت اسمه وادي يعني. في مرجوحة هون، حبيت. حلو، اشرقت الشمس بتوقيتي. لك شو شعراتي على هوا البحر. بدي اورجيكم هون بحر يلوى. شوفوا هون عاملين مجسم لمصغر لكزكل لسه برج الفتاة. هذا المركز. شفت هذا الحاجة قاعد عم يعزف. يلا ما لزم الختايرون. الموج قوي ما شاء الله، فعم يضرب هون. ان شاء الله ما اتبل المي. يشبه بحر فلوريا شوي. اتمنى شغلتين، اول واحدة ان تكون دقة الفيديو عندكم واضحة وحلوة. انا عم نزل 4K عشان تكون واضحة وحلوة. شغلة ثانية انه بتمنى تكونوا مستمتعين بهذا البلوك. بكبار مستمتعة. احلام مجتمعين هون قاعدين عم ياكلوا. هاي راح احضر الغروب. ليش هاي موبايلي من الشحن وما قدرت اصور كل شيء. لا صورت يعني. هون شوفوا الوردة شو حلوة. هذا مين هداني اياها يا حضركم؟ انا هديتها لنفسي. بكار مستنس فاردون. بكار لم يرد علي هي بفوز بقرم. لا فاردون اكيد شاي الله بدير 100 مدفع. نحن انا وين يا حضركم؟ قعدت بكافيه هون بتشوفوا على البحر. شوفوا هون بحس حالي اني تعبت وعم فكر اني ارجع مو بالسفينه بالسياره. خلص انا جربت طريق البحر بس برجع على السياره لانه بكون هنيك المحطه زحمه. شو بحكي لكم تفاصيلها. كثير عجبني الميدان هون، كثير حلو على الحقيقه. حركته حلوه هيك مدينه العاب. واو شوفوا هون البحر هاي الجهه. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم، بتمنى انه يكون عجبكم. فروحوا تابعوني سناب وانستغرام، الروابط تحت بصندوق الوصف، لانه هنيك كتير بنزل شغلات وهيك يعني بضل متفاعلي معكم. مع اني انا كتير مشتاقه لليوتيوب حابه انزل، فاكتبوا لي كمان افكار حابين انه تشوفوها غير المواقع المسلسلات. يعني ليش غير؟ لانه مو بالسهوله اقدر اصورهم. بس هيك بحبكم، باي.